الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا أخانا الشيخ أبا بكر حفظه الله تعالى على هذه الورقة التي قدمها والتي تشتمل على 7 أمور، من خلالها بيّن الطريق الموصل إلى الإصلاح، ونحن في أمس الحاجة إلى هذا الموضوع، لأننا كما يشعر كل غيور على دين الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام وفي الأيام الماضية يشعر بانتشار الشر في بلادنا وفي غيرها، وبأن الكثيرين من دعاة الباطل رفعوا أصواتهم بباطلهم وامتلأت بهم وسائل الإعلام وأثروا على الجهال وعلى غيرهم. والله جل وعلا قال في القرآن: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والله جل وعلا قال: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. شيخ أبو بكر كلامه باللغة العربية وكلام مرتب، أنا تراوي اتحمل أديك بالدارجي إن شاء الله أنت قد تستفيد، لكن يعني بتستفيد مش من كلامي أنا، من الكلام ده ما بعلق عليه يعني، فأنت إن شاء الله بتكلم لك بالدارجي وكلام. لأنه يا جماعة الناس دي الآن أثروا يا أخي، الشارع بقى واضح، الشر في الشارع بقى واضح، خليل في البيوت وفي الشقق والكلام ده كلكم بتكونوا شايفينه وسامعينه. ونحن يا جماعة ما ممكن نرفع لواء الدين والناس نكون نحن وأهل الباطل سواء. ورب العزة والجلال ذكر في سورة الأعراف 3 أقسام من الناس: في قسم ذيل أهل الباطل ويتحايلون على أمر الله وهم أصحاب السبت، الله جل وعلا حرم عليهم الاصطياد في يوم السبت زي ما في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، وبيجوا يتحايلوا يحفروا جداول أو مجاري يوم الجمعة، والحيتان تجي تخش فيها وما ترجع، يجي يوم الأحد يشيلوها، يعني بس يوم السبت ما اجوا لكن شغلتهم ما شنو؟ يوم السبت. أو يرموا شباك، فده جزء من الناس قسم على باطل، وقسم ثاني ديل بينكروا الباطل، وفي قسم ثالث ديل باركوها، ديل قالوا نحن لا بننكر ولا بنعمل الشغل، يعني لا بنحتال ولا بننكر، وبيجوا يناقشوا في أهل الحق وفي الدعاة إلى الحق وفي المنكرين الباطل وعلى أهل الباطل. ورب العزة والجلال لما نجى أهل الحق الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر دون غيرهم، الآيات معروفة في سورة الأعراف عند قول الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، إلى آخر الآيات. طيب يا جماعة، الآن في باطل منتشر ونحن دارين نحاربه، والباطل ده ما بسيط، ونحن دارين نصلح مش عشان الناس بس، وإنما لنؤجر أيضا عند الله سبحانه وتعالى وليرضى الله عنا. قال الله جل وعلا: قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، إلى آخر الآيات. قال ابن كثير في التفسير: هذا الرجل قام غضبة لله لما قال فرعون
ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. زول يغضب لله ويغضب للدين ده، ونحن ما راجين من الأحزاب دي تصلح. هي دي ذاتها قاعدة لنا جوباك دار الردم. أي واحد إن شاء الله يشيل حقه غير منقوص بجنبه، لكن الآن في حرب شديدة جدا على الدين وعلى الإسلام إلى آخره. طيب، فيه سبعة أمور ذكرها الشيخ حفظه الله تعالى. الأمر الأول العلم قبل القول والعمل. زول الدار يصلح ودار الأجر عند الله، ودار الله يرضى عنه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا جماعة يتعلم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. ولأن الدعوة ده يا جماعة دعوة علم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يرفع، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه شنو في الدين، في صحيح البخاري ومسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من رواية عمر رضي الله عنه: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فإنت لو دار الرفعة بحق عشان تعلي كلمة الله سبحانه وتعالى، ودائر نشر الدين، ودائر الله يرضى عنك، ودائر المنازل العالية في الجنة، عليك بالعلم النافع، وباختصار شديد علم الكتاب والسنة وما كان عليه السلف. والزول يا جماعة من المنبر ده كان الله اداه حافظة، اجتهد دائما في النصوص، في القرآن وفي السنة، وقت تلقاه قاعد له شهرين ولا ثلاثة بيحفظ له في منظومة قد يكون فيها فوائد. وعلم الآلة مهم، علم الآلة مهم، من اللغة والأصول، أصول الفقه إلى آخره. لكن يا جماعة مع علم الآلة الزول دائما يركز على شنو؟ النصوص، الكتاب والسنة. مرة في شيخ مزمل ده حفظه الله ودانا لناس كده في المدينة هناك، طبعا أنا بتاع سفر ما قلت لك جدع ساي، بعدين مشينا ودانا لناس بعض الطلبة يعني فيهم خير، لكن في حاجات كده طبعا أنا سودانيين مغبشين، قعدنا نتلفت ما أقول أنا سوداني أنا قصدي يعني. بعدين الزول قال، واحد من الطلبة قال: وحفظنا كتاب اسمه شنو، ومشى خلاص ناخذ راحتي. حفظنا كتاب شنو كذي المحرر ولا شنو، هم جاب لك كتاب قال 200 بيت حفظناه شت. قلت له يا اخونا ما تضيع زمنك، يا حفظتها جزاك الله خير، لكن تحفظ القرآن والسنة يعني ركز دائما تحفظ الكتاب وتحفظ السنة. لأنه يا جماعة زول لما يموت تلقى البخاري ما حفظه ولا مسلم، ومرات ولا قرائن، تلقى حافظ له 20 متن أبيات شعر. هو أبيات الشعر ده عملوا لي عشان يسهلوا لك العلم، صح ولا ما صح؟ أنا هسه لما يجيبوا لي حافظ القرآن واحفظ السنة ما استطعته، لو في طريقة تحفظ كلين ده المطلوب. لكن انت ما عندك، مشغول وده شغال وده تعبان وده جاري وده كذا، تخلي القرآن، خلي صحيح البخاري ولا بيقراه ذاته، وخلي صحيح مسلم وسنن ابي داود والترمذي وابن ماجه وسنن النسائي وغيره من الكتب، تلقاه بيحفظ له في منظومه 300 بيت ولا 400 بيت ولا 500 بيت. ولما يموت ولو مشى مسجد من المساجد او مكان من الامكنه او نقاش في صيوان بتاع عرس او الى اخره، تلقاه ما حافظ شبهه يرود عليها ولا حافظ نصوص ولا ايات. الصوفي المشرك الداعي الى الشرك بالله سبحانه وتعالى المبتدع، تلقاه حافظ القران وده حامل التوحيد وحامل السنه، او الذي يريد ان يحمل السنه تلقاه ما حافظ. يا جماعه الكلام ده عيب عادي وشين، خلي حاجه ثانيه، عيب وشين. نحن اولى بهذا، اولى بالحفظ واولى بالمراجعه واولى بقوه الاستدلال واولى واولى.
كلامي ده ما بيعجب كتار، لكن انا متعود بس عارفه ده بقول صاحي مش غلط يصلحونا نرجع، ما عندنا شيء ده. انا والله ده الفهم في دين الاسلام. انا الله ما بيسالني يوم القيامه من منظومه كذا في الاداب الكذا، لكن قد اسال عن نصوص، عن ايات، عن احاديث، وان كان فرض كفايه ده كلام طويل جدا وياخذ فيها البركه. الله جل وعلا قال كتاب انزلناه اليك شنو؟ مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. والشيخ الجامي حفظه الله قال كلام قريب من ذا، قال بعض الناس تجده يمسك بعض المتون في الفقه، متن كذا وكذا وكذا، متن ممذهب، قال ولو انهم درسوا عمدة الاحكام لوجدوا من النصوص ما تقدموا به في وقت قصير. نصوص، هذا ده النص، وتجيب الشرح واقوال الائمه فيه، والراجح النص اللي بعده والشرح. ودي البركه يا جماعه، وده العلم. هسه انا مشان اناقش صوفي اقول له قال المؤلف في المنظومه كذا، وكان المؤلف منظومه شنو، يقول لك انا ما معترفين بها ذاته، دي حقتكم ذاته. لكن لما تقول له قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الاشياء، فدي كذا. فالناس يا جماعه انا حبيت اعلق على المساله دي، لانه كثير من الناس الله اداه حافظه ما عارف يبدا يحفظ شنو. المتون دي علوم الايه مهمه، علوم الاله، اعرف الحديث الصحيح وضوابطه كذا الى شروط الصحه، اتصال السنغ، جيب الاشياء، اعرف التعريفات، اعرف الضوابط الشروط الى اخره. والله اداك حافظه شغله في النصين ديل، في الوحيين، في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده يا جماعه مسأل. والزول اجتهد في العلم، ومما يعين على الاجتهاد في العلم هذه الوسائل. بلدنا دي نحن لقينا فيها دكاترة، ولبين ده تسجلوا وما ده تسجلوا، دكاترة مواسير وشيوخ عطالة، واحدين مبارين بطون، واحدين لخبطوا المنهج، واحدين خشوا في سياسة، ما لقينا زول كذي شيخ كبير متعلم ونجيض وباقي على الدين ده، مستعد في سبيل الدين أو في سبيل الله يترك كل أحد خالف دين الله، ده ما لقيناه لغاية ما شفته بعين زول كذي ما شاق دربه. إبدالك محمد مصطفى ده أكثر زول جريء، ردم الإصلاح تكيفنا، جاب المركز العام بجاي الديركسون بتاعه البلالي كلها جلت، وتاني رجع كده، هذه حلوها كيف؟ دارين زول ثابت أقوى من التاتشر، يشتغل قدام ورا، وأي لخبة بيمش قدام رباعي كله، يمش طوال الحق ده، ولو إخوانه يتركن عشان الحق ولرضا ربه سبحانه وتعالى. ديل في بلدنا دي ما شفناه لاس، إن شاء الله لقدام الصغار يكبروا واللي يتعلموا يزيدوا علمهم ويمشوا يبقوا أئمة، أولادنا وأولاد أولادنا إن شاء الله لقدام، إن شاء نسأل الله لقدام شنو يلقوا ناس نجاب. لكن السنة أنا وقته ما أشوف إن شاء الله. ودحين في علماء الآن تسجيلات موجودة، نزل الشيخ الجامي في العقيدة ضبط عجيب. يا أخي الشيخ ربيع بيقول ما ذقت لذة معرفة الأسماء والصفات والعقيدة إلا بعد أن التقيت بالشيخ الجامي. ده عالم من العلماء، بقول عن عالم كذا أسمع له وتستفيد مسائل الأشاعرة، مسائل توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، الربوبية، الأشياء دي كلها بتلقى مناقشات وتلقى المسائل مضبوطة وكذا وكذا، وكلها تسجيلات يا أخي. شرح القواعد المثلى، شرح كتاب التوحيد، شرح الواجبات المتحتمات، شرح من الشروحات النافعة التي يعني من الله تعالى بما نحسب بها على الشيخ الجامع. في شروحات في الفقه الشيخ العثيمين، زي شروح زي شرح لبلوغ المرام، في كلام في المنهج كلام قوي وموصل، زي شرح الشيخ محمد أمان الجامي للإبانة. الشروحات دي يا جماعة الناس تنزلها وتسمع ليها، ما تضيع زمنك زي ما قال أخونا شهاب حفظه الله في اللي قال قبل أيام ده،
قال يا اخ ناس بيقوا يسمعوا لي سياسيين وضيعوا زمانهم مع فلان وفلان من الناس، وكل يومين دارين لهم وهمه جديده، ضفدعه يجيبوها في برنامج سياسي، وكديسه يجيبوها في برنامج ايه، وده يسخر بيدا وتسجيلات، وده يجيبوه في قعونجه. يا اخ مالك ومال شغل زي ده؟ اسمع للعلماء ذي تستفيد في الجرح والتعديل، في الفقه، في العقيده، في السيره، كلها تسجيلاتهم. الشيخ الفوزان ده حفظه الله، خش عليك الله النت اكتب شروحات الفوزان، لما نصبعك افتر ما بتلقى اسماء الكتب، بس خلي جوا شنو الشروحات، ما شاء الله، اللهم بارك. فالناس يا جماعه تستفيد من هؤلاء العلماء، وبعد ذاك تقرا الكتب برضو، تجمع بين الامرين، بين قراءه الكتب النافعه وبين الاستماع شنو لاهل العلم. لان كان بتقرا براك بتدخل لك اصول بتفهمها زايد، ولا تدخل لك حاجات في الدين تبقى لنا زي كيش ذاك سبعة شروط وثمانية، جيب لك حاجات ما. فإنت تقرأ وتسمع العلماء بيضبطوا لك شنو المسائل إن شاء الله. بعد ذاك لما تتعلم تكلم بعلم، وما تتعلم علم كثير وتسكت زاي. هسه أنا والله تكيفت جدا من فكرة المعهد ده وبدايته وكذا وكذا وكذا، والله متكيف من جوا قلبي وفرحان، والله الذي لا إله غيره. والكلام ده أصلا المفروض أقوله تلقائيا كذا، لكن بعض الناس عندهم هنا والله لولا سفر وبعض الأشياء اللي بتشغلنا نجي نقرأ فيه نستفيد. بعض الإخوة يدرس وكذا، نحن ما دارين مجموعات هاي، دارين يا جماعة الزول يتعلم. ده ساكن في أمبدة يهيج أمبدة كلها، ده ساكن في الحاج يوسف يشتغل في الحاج يوسف، يعني المعهد ده لما ينتهي الناس يتخرج منه سنة سنتين إلى آخره، بلدنا دي شنو؟ مش هيجون بالباطل يعني ولا مشاكل، يبين الحق وينشر التوحيد والسنة وما تتفلسف كثير. حضرنا يا قريب كم دورة يا أخي بتاعت أنصار السنة، دورة فيها 500 طالب كل سنة، وإعلانات وبرامج. الآن خمسة من أنصار السنة نجاد لاقوك أنت؟ ثلاثة لاقوك؟ اثنين ونص، واحد لاقاك؟ واحد هسي قبل ده كان ركاني هسي جبت اسمه تشد بدي أعرفه، ما دار أوصح أوسخ ابنيكم زاي. ده قال أنا الفترة الجاية بتزوج المرة الثالثة، كان ذاك من شارع اسمه شنو؟ شارع الأربعين من العباسية. قال ده اللي وصل ليه وصل ديك ثورته انشد قامت عشان كنداك تلاقي شفت، وده قال دار الزوج كنداك. نحن انا مش وين بالطريق يا جماعه، ها ده هو ذاته موضوع ده يا جماعه، ما في مش بالطريق، الناس تشيط حيل يا جماعه. ما عدا يا اخي والله ناس لما واقفين برا جنب السلم والله كيفوني جدا، قاعدين في الواطه وعرق وسخانه، والله كثرتكم دي والله زول يفرح بها. ونحن والله ما دارين لما ولا دارين لما نمرب ناس يجوا ورانا ضايقنا شديد، ولا دارين ناس يعظمونا ولا يعرفونا ولا كذا ولا كذا، لكن دارين اخواننا يجتهدوا. جماعه ليه يقولوا الدعوه السلفيه في السودان والزمل ابو بكر شهاب فلان وكذا، ذاك سماه ولا حمر حلبي وذاك ليه اربعه وخمسه انفار ليه؟ محي الدين ده ضحاوية يسري ليه خمسة سبعة انفار؟ ناس يشت يكونوا فوق قدام طوال، ما في ذات يبدوا يعدوا ما يلقوا نهايتها، كلهم يشتغلوا دعوة توحيد وسنة ويخلصوا لله سبحانه وتعالى. ويا ما ده العلم النافع اللي انت بتقدم به الخير للناس وانت بتستفيد في نفسك. فرجاء الناس اللي بيدرسوا في المعهد وغيرهم من اخواننا، الزول يا جماعه اتعلم ما يقعد سايب، خش المساجد بلغ، اي مكان لقيت بلغ دعوه الله سبحانه وتعالى. ده الاصلاح. الامر الثاني الذي ذكره اخلاص الدين لله تعالى، اخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، هذا من المقومات ومن الاصول ومن الامور التي ذكرت في طريق هذا الاصلاح. لانه يا جماعه الزول المخلص كلامه الله بيجعل فيه بركه وبينشره، والزول المرائي
في النهاية حد ونصيب وقد قيل كما في صحيح مسلم. ورب العزة والجلال قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. كلام ده ما مخيف؟ تخش المساجد ويدعوك بالشباك وبالباب وينبذوك والناس كلها ده بيشبكك، العوام شابكنك مشدد، الصوفية شابكنك بتكره الأولي، الأخوان المسلمون يقول لك ده مدعم متزمد، ديك بغادي السرورية شابكننا مرجع، بيجا المرجع شابكننا انتو دواعش، أي زول ينبذ. وبعد ده كله أول زول يبدو بين نار انت، بعد تخش المساجد وعكاكيز وجلد وتوحيد ومغبر وتركب عربية راكب ورا في الغبار وتعبان ومرة بأندروبر ومرة كذا ومرة يشيلوا منك إيه واحد يسرع يلاقيه ذاك بتاع شنو لما تزيد السرعة 100 والله نسيته مرة بتاع الرادار ده يلموا فيك يطقطقوك ماشي دعوة طقطقوك ما يخلوا لك جنيه بعد الله يتقبل تمشي تمشي قدام بعد التعب ده كله. أول من تسعر بهم النار ثلاثة، يا أخي أخلص الدين لله سبحانه وتعالى، أخلص لله. وجماعة من الأشياء البدعين على الإخلاص أو من الأسباب أن يتذكر العبد الأجر والثواب وأن يتذكر عقوبة المرائي وأن يعرف أن الناس لا يملكون له نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يا أخي بعض الناس الرياء ظاهر، نحن لا نعلم ما في القلوب، يجيك أنا مشيت المسجد الفلاني دقوني ومشيت كذا، ويجي واحد من المشايخ والدعاة المعروفين يجي يتلصق جنبه، دي حركات أنا بكرهها جدا والله الذي لا إله غير، يجي جنبه ويا فلان ويا علان وكذا. قال أيوب السختياني رحمه الله: ما دخل الإخلاص قلب عبد فأحب الشهرة. زول الإخلاص لما يخش قلبه تاني ما داير ناس يعرفوه يا أخي، ناس يحيروك ذاته، واحدين كمان يتلولوا ويشوتون يجوا داير يصالحون، تصالح منو انت يا زول؟ أخلص لله يا زول، لو تتوب لربك وانشر توبتك وشق دربك، شنو جاي يا صالح شيخ فلان وعندي جلسة مع شيخ مزمل يوم الاثنين، ما لكم مع المزمل وما لكم مع الفلان يا أخي، أخلص لربك سبحانه وتعالى. تلولوت يا أخي توبت أعلن توبتك وشق دربك يا أخي. يا أخي لو طردوك الناس كلهم ما لكم مال، شنو حركات ذاتها في الرجولة ما كويسة. خليك مخلص لله سبحانه وتعالى. واحد قال هناك في حلقة من الحلقات ماذا أذكرها، وسي قاعد هسي الزول ده قاعد الله يتوب عليه، قال الكاميرا ما بتجي الا ناس الشيخ فلان يجوا، تبا لك وللكاميرا يا اخي. يا اخي معقوله يا اخي؟ اخص لي ربك يا اخي سبحانه وتعالى يا اخي، امشي يا اخي ما في كاميرا ما في تسجيل ما في اي شيء، قول الكلمه دي اخلص. الشيخ مقبل قالوا له بعض الدول في امريكا بعض المناطق في امريكا وكذا وكذا وكذا، ونحن الفيديو ده عشان تصل وسايم ابن أصل، هو الكلمة قال أنا ما جبت الكلام ده لموضوع الفيديو ده خليه به، أنا جبت الكلام للفائدة ذاته. أول كلمة قال عجبتني في الرد، قال له الدعوة دي بتنتشر الفيديو بعض المناطق ما بتصل إلى آخره إلا عن طريق الفيديو. أول كلمة قال البركة من الله، البركة من الله. قال بعض العلماء ليست لهم فيديوهات وشهرتهم أعظم من هؤلاء الذين لهم شنو؟ فيديوهات. أخ ضحاوة الألباني بيكتبوها في المشمع بتاع الصوفية بتاعت المولي، هم ما عارفين دراويش ساي. زول في زمننا ده يا جماعة، زول في زمننا ده القرن القبلي
والبعد والبعد والبعد. اجي اسمه معاه ابي داود والترمذي، رواه ابو داود والترمذي صحاه والالباني. كده انت ما تقيف معاه دي شويه، دي ما تقيف معاه شويه يا اخي، اخلص لربك سبحانه وتعالى. قول كلمه، والله بعض الاخوه ماتوا في حوادث بعضهم وكذا، لليله ذكرى وبعض مواقف، والله تشجع الزول بعض مواقف اذا ذكرت تشجع الناس في الدعوه. واحد من اخواننا مات في شارع الجبل ده هنا في حادث معروف عند اخواننا كذا، الرجل ده لما يذكر شاب ده يقولوا كان في الجامعات يشتغل للمغرب وكان نشيط وكان كذا، بس يخش اليوتيوب شد يمكن ما تلقى له ولا مقطع، ومجرد ما يذكر لك اعماله دي كان في الاركان قوي، كان يقعد للمغرب في الجامعات كان كذا. الكلام ده ما بيديك حافز تشتغل دعوه خير لليله، فما بالك بالعلماء، فما بالك بغيره. يا جماعه الناس تخلص لله. نحن والله انا دي كلمه ما عارف غايته، لكن نحن من نعم الله علينا انه بنتعامل مع الله سبحانه وتعالى، اذا صحت العباره دي. لانه لو بتتعامل مع ملك ساي من الملوك كشافاته مرات بتطفي ما بتجيبك، جنوده مرات بتغاتتوا عليك بحسدوك ما بيرفعوا عملك كذا، لكن انت بتتعامل مع الله سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه شنو؟ خافيه. تخش مسجد مروحه قاضعه واقفه والكهرباء قاضعه وزول ما عارفك وفيه خمس انفار ولا ست انفار تتكلم في التوحيد، والله يكتب لك به ورضا ما يكتبوا لك بمحاضرة فيها 20,000 نفر، لأنه دي أخلصت فيها ودي ما أخلصت فيها. الزول يا جماعة دائما يخلص عمله لله سبحانه وتعالى. ومن علامات الإخلاص حب الخفاء التخفي، كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. الخفي تخش حلقات مغبشة تراب شغال وانت شغال والغبار والسموم في وشك، تخش مساجد في غرى وتتكلم وما تجي تتونس بها في المجالس. يا أخي يا أخي الزول عليك الله كان ما تونس وسوى نصيحته لما انتهت، والله قبلها إخلاص واتباع، ده مش كفاية؟ لما تجي كمان تتونس بيها وتمشي بيها غادي تظلم ليك زول يشيله من حسنات، وتمشي بيها جاي تعجب بالعمل بتاعك يا زول لي شغلة كثيرة. الناس يا جماعة تخلص لله سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. من علامات الإخلاص شدة الاجتهاد. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. قال سبحانه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. زول اخلص تلقاه مجتهد ساهر بالليل، لأن الناس ما شايفه. بعض الناس الأشياء اللي في الأضواء عندهم فيها نشاط، نشاط شديد. فلان قال في محاضرة أو في رحلة دعوية ونحن دايرين إنك تتبرع، وفلان رسلنا لك كر طوالي، أيوة حاضر حاضر، بكرة يجوا في الخفاء. الله عندنا جارتنا بجاي زوجها توفى تعبانة وما بظل بقرب منا وكذا، فدايرين تبرع. قالوا والله الأيام دي دولار زايد والأوضاع، الأوضاع قبل كيف؟ الأوضاع كيف؟ اجتهد وسارع وأخلص في السر والعلاني. طيب، الأمر الثالث الذي ذكره، ذكر متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن يا جماعة دارين نتبع النبي عليه الصلاة والسلام، نكون على السلفية كتاب والسنة وما كان عليه السلف، والسلف هم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون وأتباع التابعين.
ده أن نكون على المنهج ده، ما في التوحيد بس ولا في الرد على أهل البدع بس، في كل شيء. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، سلفي في التوحيد، عقيدتك نظيفة، سلفي في المنهج، ما عندك بدع ولا خروج ولا مظاهرات ولا اعتصامات ولا بلابل ولا غيره. كل الأصول، احترام الصحابة، عدم الخوض فيما شجر بين الصحابة، مسائل القدر، مسائل كذا، مسائل كل الأصول، رد على المخالف، مجانبة أهل البدع، تكون سلفي في العبادة. ممكن سلفي كل يوم صلاة الصبح فايتاك، سلفي والناس في مناسبة الزواج يحفروا مع الناس في الصيوان، الزواج البيكا ده ما بدعة ما تشارك فيه، الزواج يشاركوا الناس، تلقاهم شباب وانت قاعد بجنبه خالف كراعك تشرب في المويه البارده، انت سلفي، خليك مجتهد في نص الناس في الخير، خلي عندك اخلاق طيب الناس. او ممكن سلفي وتكون زول دنيا يا اخ، ناس واحد تلقاه صفته قدر الضربه، صفته كبيره وشكله ذاته ما شكل استغامة، تمسك قروش من شدة الأمانة يقول لك لا لا نهائي ما ممسك حاجة ما حقتي، ولو مسكت قروش زي ما قال أخونا نورين تلقى قال الأمانة، قال الربطة بيدوك ليها لستيكتها ما تغيرها، قلت اللستيكة دي طبعا للمبالغة، ما تغيرها جيبها زي ما هي، ده يمسكوه يعزم في الجماعة عائل فيها كريم بحق غيره، تعال والله في محل هناك بتاع تقشيه قشقش راسك ده، وفي محل بتاع شنو، وفي محل مانجا، وفي محل شنو، يا زول يقول لك الله كريم ان شاء الله بعد يجيها الله بيسر لنا بندي حقه، وانت قال عدم الامانه دي اللي تلغفها طوالي وتنكرها، ودوك امانه ما تتصرف فيها ولو اتضغطت ولو تعبت، امش دين اتدين، خليك زول امين، زول يكون امين، زول يكون صادق. في ناس كانوا معانا هنا تعلموا، واحد حافظ القران بكم روايه وحافظ كتب ولغه عربيه ويتكلم بدنيا بس حاجات دنيا، ونحن والله الذي رفع السماء، والله الذي رفع السماء، والله الذي رفع السماء ليس لنا دنيا نقدمها للناس، والله ما عندنا شيء، ما عندنا شيء نقدمه للناس، ونتحدى الدنيا كلها يقولوا نحن بدونا قروش ولا بيدعمونا ولا بنشتري زول بقروش، زول زي ده يمشي في عربية يكذب ويلف وأوراق ضاعت ولخبطة، تبا لك ولأمثالك، وحرام زي ده تطلب عليه علم، ويمشي يلف ويدور دار سافر كذا ويسافر كذا، تمشي سافر الله لا عادك في دنيا. بعض الناس كذب، يا أخي واحد في البلد قال لي أنا دار أخش معاكم، عمك كبير أهبت الدنيا بالريال ولا بالدرهم الكويتي، قلت له أنت داري شنو؟ بالكويتي كيف؟ وانا والله شكيله كيف ذاته؟ دراهمه ما بعرف، ده عمك ذاته هسي مات الله اعلم مصيره كيف، عمك ذاته. انا ما عندنا شيء، واحد برضه استغام هناك في جهه مبده نحسبه ذاك بهز المرات، قال انت قعد لك كم شهر ومشينا، مشى معانا زفرة النيل الأبيض، العربية ما مرخصة والسائقة ما عنده رخصة وما في مكيف وما في زبير وما في عفريتة، والفطور أخروه وجابوه أجارك الله خليه زاي جازفوه، ما في شيء، وقفنا بتاع المرور
هو اكتر زول شكله ظريف فينا. طبعا استغام جديد لسه الشكه رابطه الشكه بدنا نعمله رايحين زاهية ازوقته زاهية. نزل لي بتاع المرور قال لنا احنا انا كنت ممثل ما بتعرفني معانا جمال حسن سيد فعلا ادى البطاقه عرفه وكان ممثل كبير. بالنهايه بعد التعب جرايه الايار طبعا بيشتغل تمثيل فيه لخبطه وموسيقى وفيه وقت الايار جاء التمثيل وقف والشفع تعبوا وجاوا قال يا جماعه انتوا السلفيين ده جت مفلسين كده والله قال انتوا السلفيين ده جت مفلسين كده معلوم. قلت له قام قاعد معاه قلت له اصبر ان شاء الله اشتغل وكذا وكذا وكذا. من بدا الله رزق واشتغل له في شغله كده عربيه خسرانه بيوزع له بيض كده يوم بيبيع ويوم ما بيبيع غايته اموره غايته الله يعينه. فمشى قال لي اتصلوا بي ناس التمثيل قال لي يا فلان في مسلسل قال انت قال عندي 20 بنطلون قطعت 10 وخليت 10 قلت ما مضمون ما معروف احسن. بعدين قال اتصلوا بي قال لي في 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 مسلسل ها في مسلسل قال قلت لهم بكم وسلام داير يشوف الشغل يعني قال له ب 300 قال والله ما بخسر توبتي ب 300 ما داير والله والله استغفر الله. فادعوا له بالثبات غايته الايام دي ما شايفه ما عارفه ما شايفه. خلي الشيخ ده يجي يتكلم. وانا الشيخ يا فالناس تتبع النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء. والإنسان يا جماعة في اتباعه للرسول عليه الصلاة والسلام يتذكر فضائل اتباعه ويتذكر خطورة مخالفته. ويكفي في فضائل اتباعه صلى الله عليه وسلم أن الذي يتبعه ينال في الدنيا أعظم فضيلة وينال في الآخرة أعظم فضيلة في المنازل. ففي الدنيا إذا اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام يحبه الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وفي الآخرة ينال أعظم فضيلة وهي أنه يرافق الأنبياء وينظر إلى ربه سبحانه وتعالى. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أي سنة أنت تعملها تذكر الأشياء دي بتهون عليك المشاكل. المرض تجي تصافح تحرجها أو ما تميد يدك هي تتحرج تذكر الفضل إذا ما بتتضايق. لو أنت مش في صيوان بتاع بكا ولا تمي ذاته لكن لو مشيت وفاء الناس رفعوا الفاتحة وقاعدين بيشيلوها طبعا الله يهديهم دي بدعة طوالي تمد يد واحد أحسن الله عزاكم
كذا أو لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، ده مش طوال تبع السنة. طيب في الشارع ناس يعاينوا لك أنت مقصر وملتحي، ما تخجل منهم يا هم ده المتبعين منه. والله بعض أخواننا حتى في شكلهم ذاته بدو بعضهم يتغير لأنه يمشي رافق له بعض الناس وكذا في شغله وفي جامعة وفي غيره ويقعد معاهم، وبدل هون يتأثروا به هو يتأثر بهم في الشكل. تلقى أخونا عنده زيادة قروش بدل يشتري له كتاب يشتري له كريم يا أخونا. الحاصل شنو؟ شغلة دي ما بتمشي كده شوية شوية نده تلقاه والشكل كيف واللبس كيف، بناطلين ضيقة معقولة يا ما شفتوني انتو؟ انا غاية شفتهم والقمصان كيف وموردة ومسوية ومزركشة ما تعرف ذاته ديل سلفيين ستايل اذا صح التعبير. كلام ده ما صح يا جماعة، الناس تكون مضافة تكون لبس واسع، كان حصل شكله زايد تكون جاهز شنو ياخذ لبس زي داسي لا بتقدر تدي شلوه ده. اقول يا اخي كلام مشكله زايا، لبس نظيف وظريف ومريح ومكوي، طاقيه جميله وشكلك جميل. كان ذاته اضطريت لبست بنطلون وقميص البسن وازعات يا اخي، وازعات يا اخي زي بتاع عمار الامريكي ده، ده بشيل ثلاثه انفار ما شاء الله اللهم بارك. قال لي واسع وقدير، بنطلون واسع شغل ظريف ويكون طويل، طويل القميص ما ذاك قصير كله. شو الناس تتبع النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه في كل شيء. طيب الامر الذي بعده الرابع الاجتماع في الدين ونبذ الفرقه، والفرقه لها اسباب منها البدعه. شفت انت مما تداهن اهل البدع وتقع في بدعه بعد ديت بتبدا تفارق اخوانك. وكم من الناس من جعلوا اخوانهم في حيره وادخلوهم في الحرج بسبب مداهنتهم لاهل البدع. ذول حزبي يقول لك ما لاقين نصلي جمعه مع صوفي ولا مع الحزبي ده، سوي لك مقارنه كمان. انت ساكن وين؟ في العاصمه، اخوانك ديل عندهم مساجد صلي معاهم. لك والله الزول ده اسلوبه ما بيعجبني، اسلوبه مو عجبك، لكن ده على السلفيه بيديك توحيد وسنه وبيذكرك، وبتلاقي اخوانك التانيين في مسجده تتقوى اخير من تمشي لاهل البدع، تمشي لديل وللحزبيين ولغيره. واحدين يقول لك اخير العدسي ولا اخير الصوفيه؟ اخير العوام، ما تمشي لعوام انت الا تمشي لديل. امشي مسجد عوام لو ما لقيت سلفيين امشي مسجد. انا بمشي بصلي في مسجد من بدايه الخطبه لنهايتها اجارك الله، ناس ينوموا وناس يصحوا، غايه الجامع نص وضوم باطل ولا اكثر والله اعلم. وفي لما ما القى يعني مسجد قريب من مساجد اخواننا والواحد ما يكون المهم وسيله وكذا، بصلي في مسجد عوام، شوف اقرب مسجد عوام بتصلي فيه. عامي ده اصلا بيجيبه مرات من النت، مرات بيلقى له كتاب واقع بيشيله بيقراه، لا هو بيستفيد ولا انت بتستفيد ولا هو الناس بيستفيدوا الا الاجر بتاع الخطبه بتاع الجامع، وفي النهايه انت ما بتتضرر. لكن تمشي للحزب الليله يديها هيجه وبكره تكلم لك، ما عندهم حاجات، بكره يتكلم لك يذكر لك اسماء انت تقول ايوه اخواننا ديل والله الظلمه تراهم. زول ده كشف الصوفيه بالاسماء، ناس كشفون ولا ما كشفون؟ ناس لسه ما كشفون، انت بعد ده انت بتتكشف بالطريقه دي. زول يا جماعه ما يتلكلك في المنهج، اخواننا ذاتوا المحاضرات يا جماعه في كشف الحزبيين مع الصوفيه مع الاخوان المسلمين، الناس ما ترخي منها ما تقيف. والله نحن ما نتهم اخواننا بانهم برخوا او رخوا، ما نتهمهم، لكن الكتاحه اللي كانت قايمه دارينها ترجع الليله برضه. والله الذي لا اله غيره ما دارين مشاكل وجوطه
ولا اي شيء، وتميزت الصفوف. لكن في ناس دارين كتاحه لليله، لازم يشيلوا حقهم، لازم. كل يومين ظاهرين ناس جداد، وبعض الناس قاعدين يمشوا على الحمى من اخواننا في الحمى، يوشك ان يرتع شنو فيه. يمشوا صلوا في مساجد حزبيين، والواحد يسوي الدرس من الحزبيين، يقعد شويه يقول لك بتم في الاذكار، بعد شويه يسمع لك كلمه كلمتين، بعد شويه يجر الشغله ويخلي بدعه ويخلي ضلالاته. ناس يا جماعه، شوف، من اسباب الفرقه البدعه، ومن اسباب الاجتماع السنه، ومن اسباب الاجتماع ايضا التوحيد. التوحيد كلام انا قلته في اللقاء، بس ثاني بقوله. بعض الناس كانوا قدام، واحد جاء من الشباب من الاخوه تكلم في التوحيد، قاموا لهن ولا قاموا ديل ولا قاموا الصوفيه، قاموا هن قالوا له توحيد طوالي تكلم لنا في بر الوالدين. اقول يا اخ توحيد طوالي للموت، للموت ان شاء الله. والزول اللي عنده مرض، جالس تجار كتار، وجالس ناس اصحاب مناصب، بعض اصحاب المناصب ممن كانوا في هذه البلاد والان فارقوها ونزلوا السوق وغيرهم، وجالس بعض الحزبيين ودار يلخبط دينه ويجي يلخبط لنا، نحن ما فاضين لك. ودي بتجينا ان شاء الله. ودي الخامسه، تصفية والتربية، زي ما شيخ أبو بكر يتكلم في أنه تصفى العقيدة من الشرك، تصفى السنة من البدع، تصفى المعاملات من أشياء المحرمة، تصفى الناس برضو دائرة تصفية. الناس يا جماعة دائرة تصفية برضو. والله قال في القرآن: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث شنو من الطيب. لازم تتمايز الصفوف. الفي نصنا ودا رجعنا تاني ورا نميع بعد أن من الله علينا، احنا ما دارين انه في نصنا نطرد ولا كرامة. وانا اصلا ما عندنا تسجيل، جت ما مسجلين، لكن كمجالسات لو اتصل بيك شفتها ما ترفع عليه، بعد فترة لاقاك مالك انت جفيتنا، ولا انت ما جفيت السنة، انت ما رضيت ديل، ما اخترت دريب ديل، انت ما الله انعم عليك. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا، تشتغل من الصباح للمساء تنجد، في انها تجد فرتك بالمساء وتضحك، انت تعبان، فارقت الاهل، فارقت الاصحاب، فارقت الجماعات، جمعيات، منظمات، كل الاشياء فارقتها، واذا على السلفية الواضحة تاني تجي تتلكلك عشان فلان وعلان من الناس، خليك زول قوي في سلفيتك، خليك زول واضح في المنهج، وخليك تشوف أي زول عنده لخبطة في أشياء في الأصول ناصحه، فإن قبل الحمد لله، فإن لم يقبل طوالي أبدأ بيته. قبل ما بعض الناس يقول لك كأن اتصل بشيخ فلان نشوف رأيه شنو، يا زول ده جيبوا لنا مشيوت، انا بنثبت كذا ونخده في الواطه، لقيناه رجع خلاص ما رجع، بنشوته لك ذاته، انت زيح منه وخليه مش بغادي طوال. واذا دار لا مشاوره لخبط في الدين وفي المنهج وبار الحزبيين، وبعد عرف السلفيه وعرف التفصيلات وعرف اي شيء، وتاني دار يتبع حواو، ما عندك له شيء. طيب، المسألة السادسة قبل الأخيرة، الحث على العلم الدنيوي، والسابعة برضه بتشبهها، الحث على الإنتاج وإعمار الأرض. ده يا جماعة أنا بلخصها الكلام ده، والشيخ أبو بكر ذكر لك فوائد حفظه الله، لكن أنا بلخصها في إنه يا جماعة أي زول يشتغل، الناس في الغالب أي زول يشتغل ما استطاع وما يركن للعطال. والزول يا جماعة نشوف السلف كان حاله شنو، لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه
وعنده صاحب ويمشي يشتغل ويخلي زول يطلب في العلم ويجي اليوم الثاني يطلب هو وفلان يشتغل اشتغل. ولما تعمل في السوق فيها فوائد كثيرة جدا، فوائد في الأهل يقولوا والله يا أبو ديجن ديل ما ناس نوم، زي ما ديلك بيسكروا بتاعين حبوب ساوين مشاكل لأهلهم، ذلك شباب والكبار فيهم تاين لخبطة تاين قعدات وجبنات. وي كمان في واحد ولا دخل لي شوي خلي الجلسات الكثيرة والهنادي والأشياء وديل بيضيعوا في زمنهم اشتغل. من تشتغل ده بتأثر في الأهل، في الزوجة بتأثر فيها، تيجي شايل أكياسك وعرقان تعبان تقدمها. رسول كان راعي صلى الله عليه وسلم، أو اشتغل راعي صلى الله عليه وسلم. والأنبياء داود عليه السلام اشتغل في الحدادة وغير من الأنبياء. فأنت اشتغل نجار ميكانيكي حداد بتأثر في البيت واحد، بتأثر في المجتمع برا، لأنه في مجتمعات بعض الناس ما بيجوا المساجد. أنت لما تشتغل في نصهم دنيا وتبلغنا الدين وأنت شغال، زي ما ذكر لك الشيخ حفظه الله، الأثر والوقع بيكون قوي في نفوسه. وناس كتار والله يا جماعة بلاقونا، والله أنا ركبوا معايا نفرين في حاجة كده كنت سايقها، ركبوا معايا بالليل، واحد خد سجارته وركب والثاني برضه ركب وأنا سايق عاينه كده، قال لي أسمع أنت مش رديت على ذنون؟ قلت له أنا أي أقسم بالله، قال لي ده بسيارة والله أنتم ما مدعومين، بس وقتك لركشتك دي احنا الليلة اقتنعنا انكم انتم ما مدعومين. ما شفت محمد مصطفى جاي نبذنا شكرنا؟ قال يا ادب هات طباشيرتك دي ما بتاكلك، بس اذا ما شكروا هذا شغال طباشير قر بيكتب طباشيره، انت وين طباشيرتك يا محمد مصطفى؟ عندها اخوي اصغر مني لاقى واحد من اتباع عمك ده ذاته في السوق، ده قال له عندنا موتر ده نبيعه حق الشيخ ركشه، قال له اسمع صليت العصر صليت الظهر؟ ده اخوي قال له صليت الظهر؟ انت تابع للشيخ؟ قال له لسه. دار تبيع الركشه بتاعت الشيخ؟ اي تبع شويه بتبيعه الجامع، قال له صبر شويه لا بالطريقه دي اخشوك دربك. اشتغل في السوق ده جاسف، اشتغل سواق مساعد طلبة كذي، اشتغل تعال تعبان وزات. والله النصيحة لما تجي تعملها وانت تعبان دي بتجي فيها فوائد عجيبة جدا، نصيحة مسخنة ويدك دي شفتها مع التالي، قال الله قال رسول الله امورك بتمشي، لكن ضرب التكييف جسمك يرجف كله والموية وكذا تشرب كذي الحة بتمرقها مع جرعة موية شغلتك دي ما ولا حلقة سوق بتقدر أروح الحلقة. أها عندنا سفرة عربية ما مكيفة، أمشي أمشي الله يعينكم يتقبل منكم. أروح وين ما بعرف يا زول، خليك كذي معليش، أنا كلامي فيه جوابات وفيه حاجات، نكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نقدم الشيخ مزمل حفظه الله تعالى.